أقول لهم عليكم بالقرآن. القرآن، القرآن ما زاحم شيئا إلا بورك فيه. الله أكبر. جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح أفضل الملائكة، وسمي بالروح الأمين. محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم، صل على رسول الله يا مخرجين يا اللهم صل. تفضل. نزل عليه القرآن فأصبح أفضل الأنبياء والمرسلين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليها القرآن فأصبحت أفضل الأمم. شهر رمضان أنزل فيه القرآن فأصبح سيد الشهور. ليلة القدر أنزل فيها القرآن فأصبحت أفضل الليالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فوالله الذي لا إله غيره أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير الناس.